لا فيها متعة لغوية في منتهى الإبداع. أنتوا وقفتوا معانا يا جماعة في فهمكم لحكاية وراء ظهري، يا عم أنا غلطان، انسى اللي أنا قلته، تعالى في نبذة بس. بس افتح المعجم في نبذة، وتعالى في لسان العرب، ما تروحش لا تاج العروس ولا القاموس ولا، لا روح أسهل حاجة. نبذة طرح الشيء أمامه أو وراه. النبذ لمجرد النبذ، يعني أنا مش محتاج أقول وراء ظهره إلا لغرض بلاغي. يعني لو كان قال بس نبذوه، بس نبذوه لغة يعني طرح، بص يكتب لك كده بالظبط في اللسان بالنص، نبذ النبذ طرح الشيء أمامك أو وراءك. هل الناس بتوع العرب دول مجانين ولا كانوا فاهمين لغة إلى أبعد حدود الفهم؟ أنت سامع التعريف يا محمد؟ أيوة طبعا. النبذ يقول لك إيه؟ طرح الشيء أمام أو خلف، أمامك أو وراءك. خد بقى، لا اصل في خلف، يا سلام، وراء حاجه وخلف حاجه. طب عرفني معلش لغه. اهو جوا، وراء من التوريه وخلف من من المكان. يعني لما تحب تقول ان انا بواري الشيء تقول وراه، عملها من ورايا بالتوريه. يعني انا حطيته، بص حطيته خلفي عشان اخبيه لازم اقول وراء، حطيته خلفي لمجرد المكانيه يبقى خلف. وعشان كده في أمام ووراء وفي قدام وخلف. لا إله إلا في اللغة. فلما هو أساسا قال إيه؟ نبذ فريق وراء، قبل ما يقول وراء النبذ تعرفها، يحطها قدام يحطها ورا. أنت واصلة لك؟ يحطها قدام يحطها ورا. لكن لما يجي يقول وراء ظهره يبقى أمام تاني. أيوة. يعني لو أنا زمان قلت لك كانت تنفع الآية نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراءهم. مفيش ظهر. لو كان قال وراءهم كنا هنقول ايه؟ اسمع بس العظمة اللغوية، كنا هنقول احتمال يا قدامهم يا خلفهم، لان كلمة وراء في المشترك اللفظي بتيجي يا قدام يا وراء، ومن وراء اسحاق يعقوب. وراء يعني ايه؟ فعلا كده قدامهم بعديه، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون امامهم. الكلمة اساسا في المشترك، لا حول ولا قوة. مع نبذة يبقى لها توقيع، مع ظهورهم يبقى لها مجاز. انت فاهمني ولا لا؟ فما تضايقوش دماغكم معايا هنا، والا هتبصوا تلاقوني ايه قلت كل ما اجي اشرح حته اقول لا بلاش لحسن الناس دي هتتعبني. لا مع فضلتك. انت فاهمني ولا لا؟ ما تقعدش تضيق دماغك تقول لي طب هتعمل ايه في سوره الانشقاق؟ يا عم لما نيجي الانشقاق هفسرها لك، بس خد بالك بنفس المنطق القراني. انا مش هاجي في الانشقاق اقول لك وراء ظهورهم يعني خلفهم، لا عمري ما هغير، لان انا ماشي بقواعد قرانيه في التفسير. يعني انت ماشي بقاعده قرانيه بدليل، هات اللي انت، انا مش بتكلم ام كريم سالت بوعي، لكن في اسئله بتيجي من غير وعي. يقول لك طب وراء ظهره في الانشقاق، يا عم ما هي قدامه برضه، هو هيقرا وراء ظهره ازاي؟ يعني انت لازم تفهم. وزي ما فضلتك وضحت ان القاعده معلومه بانه منشور، منشور واقرا، منشور واقرا صحيح. معقول يعني بالله عليك ينفع احط حاجه ورا ظهري كده وتقول لي اقرا؟ هقوم لافف لك. لا ونرجع نقول ده هيقراها القارئ وغير القارئ كمان. انت فاهم؟ يقرا من ورا ظهره كده. اذا يبقى انا عندي ايه بقى؟ خد بالك انا عندي منطق لغوي، عندي مجاز لغوي، تمام، عندي حقيقه لغويه. يعني نبذ اساسا فيها شغل، ووراء فيها شغل، وراء ظهورين فيها شغل، فيها شغل. انت فاهمني؟ ما قالش خلف، قال وراء. يبقى هم عايزين يخبوه على الناس، يعني انا بعملها كده قدام الناس لكن بحطه قدامي، لكن انا هجيبه قدامي عشان اشتغل والغي فيه واشتغل فيه. بدليل الاسرائيليات اللي موجوده في التفاسير، لان انا قلت لك دي قاعده عندي لن تفطر امامي ان شاء الله الى يوم الدين، ان لما تاكدوا ان هم مش هيحرفوا القران اشتغلوا في نقطتين، تفاسير الاسرائيليات التفاسير والاحاديث الضعيفه والموضوعه. نجحوا ولا ما نجحوش؟ نجحوا بيقين، بدليل اللي احنا فيه، بدليل ان احنا روجنا البضاعه دي اكتر منهم. تعالى يا باشا في كل مناسبه، مش عايز اقول كلام يزعل، وخش المساجد واسمع الاسرائيليات اللي بتتحكي على منابر رسول الله وكانها قواعد اسلاميه في الاسراء والعروج وفي المولد النبوي وفي نص شعبان انا بخاف من المناسبات دي، من اللي بيتقال في المساجد. ويقول لك في القرطبي في الطبري، ادي حجه يعني. طب ما تشوف الواقعة دي مسندة ولا مش مسندة، فيها رواية ولا ما فيهاش، فيها عنعنة ولا ما فيهاش، من الراوي، من القائل، سندك ايه؟ الوم على اهل التخصص دكتور محمد والله، الوم على اهل التخصص. معذورة. اي الناس معذورة، الله يفتح عليك.
خدت بالك من كأنهم لا يعلمون؟ يبقى هم ايه؟ يعلمون. ده يعلمون وربع ونص وثلاث ارباع. ده يعلمون قوي بدليل كأنهم. يبقى هم السؤال بقى اللي انا عايزك تصحصح له قوي النهارده يا محمد. ساعه فعلوا حكايه وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، تبين لك ان هم عاملينها لهدف. طبعا الهدف اللي قدام الناس شيء، والهدف اللي جواهم ده شيء تاني. يعني كأني بهذه الآية بتقول لك ايه؟ خد بالك دول هيلعبوا لك في التفسير. لان ما اقدرش اقول لك هيلعبوا لك في القرآن، ما عرفوش، ما قدروش، النص منعهم، المهيمن منعهم. وفي نفس الوقت انا ممكن الابعد اجيب الكتاب علشان قدام الناس ادرسه يخذلني واغلب قدام الناس. عمري ما هدرسه قدام الناس، برافو عليك. لان انا واثق انه هيخذلني، فلازم ادخل بيني وبين نفسي. عشان كده قال لهم ايه؟ لا تسمعوا والغوا. الكلام متناقض. يعني انت لما تيجي لو حد ما تعرفش تلغو من غير ما تسمع، من غير ما اسمع ولا انت تقدر تحرف من غير ما تقرا. صح. هو عارف انه مش هيحرف، فراح عامل ايه؟ عارف اعملوا ايه؟ هقول لك حاجه مش هتصدقها. لما قرأوا قالوا سيستعصي هذا القرآن على هذه الأمة، مع إنها أمة عربية. هذا العصيان له سبيل، وهو إيه؟ إنك تفسر لهم الكلام بس مش على حقيقته الإلهية ولا الرسولية ولا الرسولية، إنما على حقيقته بالهوى. بالهوى كأنهم لا يعلمون. مقلوبها بقى بعلمنا اللي يوقع الأمة دي إيه؟ الخرافات والخزعبلات والسحر والنصب والدجل والشعوذة. القاعدة اللي احنا المنطقة اللي احنا فيها دي فيها قواعد في الإسرائيليات. السحر ده له قواعد في الإسرائيليات، وكتبوا الكتب ونزلوها الأسواق والناس اشترتها وسموها الكتب الصفراء، هم اللي سموها شمس المعارف والمغارب والكل الكلام ده، وبيجيبوه يفتحوه يشتغلوا منه. دلال الخيرات، انت فاهمني؟ هذا مكمن الخطورة في التوقيع. الآلية والديناميكية انا سألت عنها وهأجل الإجابة لغاية ما خلص القرآن كله. هو انت عند حضرتك إجابة ولا بتسألهم؟ انا بسألهم لإعجازهم. لو عندهم إجابة يردوا علي. يعني انت عند حضرتك إجابة؟ طبعا طبعا، بس مش هقولها دلوقتي خالص. بس لو عنده هو رد، انت بتفرق ازاي بين الراجل ومراته بالتفريق؟ قول لي الاول، انا بنتظرك. قول لي يلوبك ثواب، علمنا نشتغل معاه. ربنا يعافيك. بتشغل ده وتبطل ده وتعطل ده وتجوز دي وتطلق دي وتربط ده وتفك ده، مش كده؟ قول لنا الآلية. يا أيها الإله قول لي يلوبك ثواب. خلاص ممكن يطلع صايع فيهم، خدت بقى الكلمة لغوية، يقول لك ده من أسرار ال لا تاني لغوية. طبعا صايع. طبعا. طب قول لي. لا يطلع يقول لك ده من اسرار المهنه. اقول لك ايه؟ لا صايع. انا لغويه طبعا. والله. بمعنى ايه؟ بمعناها المعروف عند الناس. لا والله. والله ان هو يعني بيصنع لك شيء ويخبي شيء ويعمل نفسك مفتح وبتاع ويقول لك ده من اسرار المهنه. يعني بنتكلم لغه. طبعا. طب كويس. يقول لك دي من اسراري مش هقولها لك. قول له طب هبعت لك حاله اعملها لنا، فعايزين نطلق فلان ونجوز علان، وريها لنا اعملها لنا في يوم وليله في 24 ساعه. الله يكرمك. يعني هبعت لك حاله النهارده. صحيح. ليه تبقى حاله واقعه؟ ما تاجلش بقى. انا عايز اطلق الواد ده بكره واجوز البنت دي بكره. ورينا ايها الاله الحق. مش كده؟ ده السؤال ده مفتوح ومعروض عليهم واحنا شغالين. لا حضرتك عرضت عليهم قبل كده امر وانا برضه لسه منتظر. حضرتك قلت لهم اذوني ومحدش برضه. محدش حصل. باستثناء بعض التعب اللي بيبقى يحصل لحضرتك. طب يخففني. ما هو بص، لو زنقته في حته اقلبها له. قول له خفف الدكتور بقى ونزله كل حلقه وخليه يعمل التفسير هذا كلام كله يعني، فاهم؟ المنطق المجرد يرفضه والعقل الواعي يرفضه. ربنا يكرمك.